نتكلم الفترة الجاية في منتخبات مصر، المنتخب الأول والمنتخب الأولمبي، وهم مقبلين على بطولتين أو تحديات مهمة. يعني بطولة للمنتخب الأولمبي هتأهله بإذن الله لأولمبياد طوكيو، ومهم قوي إن هو يفوز بالبطولة دي، خصوصا إن هي في مصر، بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية 2021 للكبار في الكاميرون للمنتخب الأول. بما إننا ابتدينا حدثنا بالمنتخب الأول بالتحديد في هذه الجزئية، فأنا عايز أقول تساؤل والرأي في الأول وفي الآخر لمين؟ لحضراتكم وأكيد للجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام البدري. الأزمة اللي يعني خلال الساعات السابقة الكل بيتكلم فيها وفيما يتعلق بشرط القيادة الخاصة بالمنتخب، وشفنا تصريحات الكابتن حسام البدري في لقاء تلفزيوني بالأمس، قال إن إحنا لسه ما حسمناش هذا الأمر، مما أثار العديد من التكهنات عند الشعب المصري والمهتمين بالمنتخب وبالرياضة المصرية والكرة المصرية. فالبعض قال لك كده كابتن حسام البدري بيحاول ان هو يدي محمد صلاح شرط القياده في ظل تواجد لعيبه كبار جدا جدا في منتخب مصر واصحاب تاريخ مبهر في المنتخب، وعلى راسهم احمد فتحي. لو الطبيعي جدا طالما هو موجود في منتخب مصر يبقى هو كابتن المنتخب. بالتالي احنا عايزين حضراتكم تفكروا كده معانا، مين اللي يستحق يكون كابتن منتخب مصر؟ بنتعاطف مع صلاح، بنحب صلاح جدا، بنشجعه في اي حته في اي ماتش بيلعب فيه، لكن لما تيجي تتكلم في الاقدميه وفي الخبرات وفي رصيد البطولات وفي الانجازات مش هتلاقي غير احمد فتحي. احمد فتحي شارك في كل البطولات اللي ممكن تيجي في دماغك، اي بطوله تيجي في دماغك احمد فتحي شارك فيها. خد 3 امم افريقيا من 5 مع منتخب مصر شارك فيهم، خد بطولة الأمم الأفريقية للشباب، شارك مع المنتخب الوطني الأول وهو عنده 17 سنة، خد 3 دوري أبطال أفريقيا مع النادي الأهلي بخلاف بطولات السوبر سواء الأفريقي أو المحلي، بطولات الدوري، شارك في أولمبياد، شارك في كأس العالم للأندية، شارك في كأس القارات، لا يعني كان ناقص بس يلعب في كوبا أمريكا مثلا. أعتقد إن هو شارك في دوري أبطال آسيا، أعتقد يعني إنه قعد فترة في الخليج، فترة كانت انتقالية كده. فهو سؤال احنا بنقوله لحضراتكم، رأينا معروف بس دايما الرأي الأول والأخير بيبقى للمشاهدين من خلال تقييمهم للأمور، فهو تساؤل احنا بنطرحه عليكم. وأكيد البعض ممكن يقول أحمد فتحي والبعض ممكن يقول محمد صلاح، لكن إحقاقا للحق بصراحة أحمد فتحي طبيعي جدا طبعا موجود في المنتخب يبقى هو كابتن مصر، ما فيهاش أي جدال ولا أي نقاش، بما إنه تاريخ كبير وعظيم ومن ريحة الحبايب، الناس اللي جابوا لنا بطولات كتيرة جدا سواء للمنتخب الأول أو كمان للنادي الأهلي أو للأندية المختلفة اللي ساهموا مع المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية في بطولات كتيرة جدا. فنتمنى إن الأزمة ما تكبرش، نتمنى إن الجهاز الفني بقيادة الكابتن الكبير كابتن حسام البدري مدير فني منتخب مصر يحاول إن هو يلم الامور وان الازمه ما تكبرش خالص، لان ده مش هيكون في مصلحه الكره المصريه او مش مصلحه المنتخب يعني بالتحديد، واحنا مقبلين على مباراتين في تصفيات الامم الافريقيه، والعلاقات دايما ما بين اللعيبه، بالنسبه احمد فتحي ومحمد صلاح علاقتهم كويسه جدا مع بعض. لكن هو التساؤل، هل احمد فتحي هيبقى مستريح نفسيا باختيار زي ده؟ محمد صلاح نفسه هيبقى موافق على حاجه زي كده؟ مش عارف. طب لو مش احمد فتحي موجود، عبد الله السعيد اللي هو في الغالب بيكون موجود، ما هل ممكن يوافق كده؟ طب بلاش احمد حجازي النني اللي لعبه قبل محمد صلاح ممكن يوافق. هي ازمه بصراحه واتجاه مش عارفين هيخلص على ايه، لكن دايما لما يكون عندك لعيب بقيمه احمد فتحي ما ينفعش تطرح هذا الامر، واكيد القرار في النهايه بيبقى للجهاز الفني لمنتخب مصر في ظل تواجد نجمين بهذه القيمه والقامه سواء احمد فتحي بتاريخه او محمد صلاح اللي مشرفنا في الدنيا كلها ونتمنى له دايما التوفيق.